يعني التغطية مميزة جدا، ويعني طبعا مد المعسكر ده أكيد يعني هيتعبك شوية، لكن تعب النادي الأهلي يهون، وكل التوفيق ليك. يعني أمير قال لنا يعني معظم تفاصيل كان نفسي يبقى في بيني وبينه لينك طبعا، بس عارفين مش عايزين نقعد في ديلي كبير قوي، لكن بيحاول يغطي كل التفاصيل. قال لنا على وليد سليمان، وقال لنا على سعد سمير، ان شاء الله سعد سمير يعني يلحق بالمباراه القادمه باذن الله ان شاء الله. يعني سعد سمير برضو عامل مهم جدا لما يكون مع زمايله، اكيد الموضوع هيختلف مع محمد نجيب ومع رامي. ان شاء الله كل الرجاله، والرجاله بقى مش هنقول لعيبه، نقول الرجاله، كل الرجاله على قدر المسؤوليه، وان شاء الله يفرحونا زي ما هم معودينا، وان شاء الله يكون الكاس من نصيبنا. عايز اقول لكم اخبار قبل ما نستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح. اول خبر معانا، الاهلي بيسافر يوم الخميس المقبل الى سوسه لمواجهه النجم الساحلي. اكيد حضراتكم تابعتوا النجم الساحلي واهلي طرابلس امبارح، شفتوا النجم كسب 2-0، وشفتوا قد ايه النجم مش عايزين نقلل يا جماعه منه، ومش عايزين نستسهل المباراه. المباراه صعبه جدا جدا بكل المقاييس، الموضوع بيختلف من مرحله لمرحله، من دور 16 لدور الثمانيه لدور الاربعه للنهائي، حتى لو هي فرقه واحده بيختلف شكلها وبيختلف معنوياتها وبيختلف دوافعها، فالموضوع مش موضوع ماتش وعدى. النجم كسب 2-0 امبارح، وكان اهلي طرابلس بيحاول ان هو يهاجمه، بيحاول ان هو يجيب فيه اهداف، لكن خلاص كان النجم يعني خلاص يعني حط في بطنه بطيخه صيفي واطمن للنتيجه، عشان كده ادى فرصه لاهلي طرابلس ان هو يهاجمه، لكن النجم فريق لا يستهان به بالمره. سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي قال ان الجهاز الفني للفريق بقياده الكابتن حسام بدري قرر مغادره العاصمه التونسيه والسفر الى مدينه سوسه يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهه فريق النجم الساحلي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطوله دوري ابطال افريقيا. واوضح عبد الحفيظ ان الجهاز الفني قرر السفر الى سوسه يوم الخميس بعد تلقيه اختارا من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف باقامه المباراه امام فريق النجم في الساعه 7:30 يوم الاحد المقبل. ده كان اول خبر لينا. يعني ان شاء الله يعني ده تدريب النادي الاهلي قدامكم، ان شاء الله يعني كل احنا قلنا كل اللعيبه رجاله، وان شاء الله كله يبقى على قدر المسؤوليه. باين قوي اجهاد المباراه اللي فاتت، ان شاء الله يعني الاجهاد يروح بسرعه، والكابتن حسام يعرف يخرج اللعيبه من هذا الاجهاد. عايز اقول بس كلمه للاتحاد الافريقي، يعني حسوا شويه بينا، يعني كفايه بقى ظلم تحكيمي، كفايه قوي بجد، يعني عمالين الظلم ظلم باين. الحكم المباراه اللي فاتت يعني بيقول لهم يعني هكسبكم، لكن ربنا اكبر منكم كلكم بصراحه، فيعني ارحمونا شويه. في اخبار كبيره جدا ان في حد في النجم الساحلي بيعرف يكلم في الحكام وبيعرف يلاغي الحكام، لو سمحتوا عايزين حكم فير وعايزين حكم يشرفنا الحكام يا جماعه. ما دي وجهه لافريقيا كلها، حكم مرشح كاس عالم بالمنظر اللي فات ده، اقسم بالله لو الاهلي خد شريط الفيديو واداه للاتحاد الدولي لكره القدم، اقسم بالله ما يحكم حتى في الدوره الرمضانيه. اللي هو باللمسه بيدي فاول، عايز يكسب فريق الرجاء الترجي باي شكل، فمش ممكن يعني. يعني حسوا بينا شويه، يعني هو الاهلي يعني عايش في اسيا مثلا؟ ما الاهلي عايش في افريقيا وبطل افريقيا، انتوا مستكترين عليه البطولات؟ ايه ده؟ مش ممكن يعني. انا اشوف حكم بيغلط مره مرتين، مش 50 مره، مش 50 انذار، مش برهب الفرقه، مش مخلي الدرامي ونجيب خايفين يلمسوا لعيب الترجي. ايه ده؟ وتقول لي حكم كابتن شطه جيبه المره اللي فاتت، يقول لي ده حكم مرشح للمونديال. مرشح للمونديال على اي اساس؟ وقلنا لكم في صله قرابه بينه وبين اللعيب الكاميروني بتاع الترجي، طب احنا هنعرف ازاي وهنجيب منين؟ امال انتوا بتعملوا ايه؟ يعني تو ربنا شويه فينا، احنا عاملين نتظلم تحكيميا وبناخد على دماغنا تحكيميا. مباراه الترجي تخلص في القاهره هنا، الحكم مش عايز، مش مستريح، وبرده هناك في تونس مش مستريح. ربنا اكبر منكم كلكم، فلو سمحتوا يعني راعوا ربنا فينا شويه، يعني عايزين حكم يبقى فير شويه. احنا مش عايزين حاجه، احنا مش عايزين يعني حكم يجي معانا، عايزين حكم فير، حكم فير، حكم يشرف افريقيا، لان المباراه دي كل الناس بتتفرج عليها. وانا نفسي نادي الاهلي ياخد شريط المباراه دي ويوديها للاتحاد الدولي لكره القدم، عشان الحكم ده يعرف ان في وراه ناس بتدافع عن حقوقها.
ده كان اول خبر. كابتن احمد ايوب بيقدم تقريرا مفصلا لحسام البدري عن مباراه النجم واهلي طرابلس. كابتن احمد ايوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي قدم تقرير للكابتن حسام البدري، تقرير مفصل عن مباراه النجم الساحلي واهلي طرابلس الليبي والتي اقيمت امس الحد ضمن اياب دور الثمانيه ببطوله دوري ابطال افريقيا. ايوب دون كل التفاصيل الخاصة بالمباراة وأبرز لاعبي النجم الساحلي ونقاط القوة ونقاط الضعف بصفوفه قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين إن شاء الله يوم الحد المقبل. كان الكابتن أحمد أيوب الأستاذ علي عثماني. أستاذ علي عثماني أهلا بيك. مساء الخير كابتن عبد الحميد، تحية ليك وتحية لكابتن في الاستوديو لكل الجمهور المصري. اهلا بيك استاذ احمد، يعني صحفي تونسي شهير، اهلا بحضرتك. يعني قل لي الاجواء ما قبل مباراه الترجي الاول وما بعد مباراه الترجي. بالنسبه للاجواء مباراه الترجي، خيبه امل كبيره جدا في صفوف جماهير الترجي الرياضي ولاعبي الترجي والاطار الفني والمسؤولين. تعرف انه الترجي كان يراهن بجديه على هذا اللقب، سواء كمسؤولين او اطار فني ولاعبين وخاصه الجماهير. يعني دائما بالنسبه للترجي لقب دوري ابطال افريقيا هو الهدف رقم واحد للفريق اكيد على الصعيد القاري، ولكن خيبه امل كبيره جدا في صفوف الترجي الرياضي. اكيد، يعني اعتقد يا استاذ احمد ان التصريحات السابقه عن المباراه، يا استاذ علي اسف، التصريحات السابقه على المباراه اعتقد ان هي هدت حماس لعيبه الترجي شويه، لان كانت تصريحات مبالغ فيها من ناس كبيره، يعني زي مثلا كابتن الكبير كابتن فوزي البنزرتي لما قال احنا مش خايفين الاهلي ما فيهوش ابو تريكه، مع ان الاهلي يعني مش عشان احنا في استاد الاهلي او اهلاويه، لكن الاهلي اكيد فريق يعني مرعب لكل الفرق، وكمان فريق الترجي اعتقد كمان ان هو فريق مرعب، لكن التصريحات كانت مبالغ فيها شويه من قبل المسؤولين في نادي الترجي. بالضبط هذا اللي صار، يعني وقع نوع من التاريخ او استسهال بمباراة الاياب على ضوء نتيجه الذهاب. الترجي كان سجل هدفين في مباراه الذهاب، كان بالنسبه للاعبين او الاطار الفني كانوا يعتقدوا انه التاهل صار بنسبه كبيره جدا، ولكن حقيقه الميدان في مباراه الاياب اثبتت عكس ذلك، خاصه الاهلي، لاعبي الاهلي يتميزوا بخبره كبيره وبحماس لاعبين وقدروا يعني يقلبوا المعطيات في المباراه ويحسموا بطاقه التاهل. في المقابل الترجي، لاعبي الترجي كانوا نزلوا باقل حماس، وخاصه بعثرت اوراقهم لما سجل هدف التعادل ثم الهدف الثاني، خلاص يعني كانت الضربه القاضيه بالنسبه للاعبي الترجي على المستوى المعنوي. وفي الحقيقه فيها انتقادات كبيره جدا للاطار الفني بقياده فوزي البنزرتي من قبل جماهير الترجي اللي انتقدت بشده المدرب فوزي البنزرتي على اختياراته الفنيه والتكتيكيه في هذه المباراه، لانه كان اختار يعني تشكيله مغايره او فيها بعض العناصر اللي مثلت مفاجاه مقارنه بالابقاء على عناصر اخرى اللي هي كانت في الماضي القريب التشكيلة الأساسية، ولكن في المباراة هذه الحاسمة كانت يعني بقيوا على بنك البدلاء على غرار فخر الدين بن يوسف والفرجاني. أكيد يا أستاذ علي، هو يعني دايما الإعلام بيبقى سلاح ذو حدين، يعني أنا لما قريت الصحافة التونسية قبل مباراة الأهلي والترجي أنا حسيت إن الموضوع، يعني أنا اطمنت، أنا كمصري وكأهلاوي اطمنت، لأن حسيت إن المانشيتات مبالغ فيها قوي، مما تدي دفعة يعني كبيرة جدا لفريق الترجي أو كمان ثقة زايدة إن أنت هتكسب هتكسب، الأهلي خلاص يعني جاي لك مستسلم وأنت لازم تكسبه، فأعتقد كمان الصحافة قبل ما تلوم فريق الترجي فريق كبير جدا لازم تلوم نفسها، لأنها هي اللي خلت فريق الترجي يوصل للدرجة دي في المباراة. بالضبط، ممكن الإعلام عنده دور بطبيعة الحال سواء في الانتصار أو في الخسارة. الاعلام دائما بياثر، ولكن انا اعتقد انه الكره كما نقولوا احنا هنا في تونس، الكره بين رجلين اللاعبين، يعني هم اللاعبين المسؤولين الاولين والاطار الفني للترجي سواء في حاله الانتصار او في حاله الخساره. اعتقد انه عندنا مشكله يعني في اللاعبين التونسيين بصفه عامه، كم من مباراه سواء في الانديه او في المنتخب، يعني مرات بينهزموا قبل ما تصير المباراه، ومرات بيفكروا انهم حسموا
المباريات او بطاقه التاهل قبل ما تلعب المباراه، عكس لاعبي الاهلي اللي امنوا حظوظهم من اخر لحظه وكانوا واقعيين. انتصر غضب سيطره الترجي في الشوط الاول حتى تقريبا تسجيل الهدف من ضربه جزاء، ثم في الشوط الثاني الاهلي استعد للهجوم وهاجم وتمكن من تسجيل الهدفين اللي حسم بهم المباراه. ولكن اعتقد هي عقليه قبل كل شيء، يعني حتى الصحافه ممكن بتلوم، يمكن بيكون عندها دور ب 5% مثلا او 10% ماكسيم، لكن البقيه الكوره كما قلوا عند اللاعبين وعند الاطار الفني، يعني خاصه لما تنزل للميدان بتنسى الصحافه، بتنسى ضغط الجماهير، بتنسى كل شيء. يعني المفروض اللاعبين هم اللي كانوا الاقرب لحسم المباراه في صالحهم. أكيد، يعني بالرغم من هزيمة الترجي لكن يبقى الترجي فريق كبير جدا في أفريقيا، يبقى فوزي البنزرتي مدرب كبير جدا في أفريقيا، كل التوفيق نادي الترجي. يعني انقل لي بقى الحدث، مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي إن شاء الله المقرر إقامتها يوم الأحد 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، يعني قول لي الحدث عندك الدنيا شايفاه إزاي، النجم الساحلي بيفكر في المباراة إزاي، خصوصا بعد يعني تغلب الأهلي على فريق كبير زي الترجي في قلب تونس، والمباراة برضه هتبقى في قلب تونس، شايف حضرتك المباراة إزاي والصحافة بتتناولها إزاي، وكمان فريق النجم الساحلي بيفكر في المباراة إزاي؟ بالضبط، يعني هي المباراة تكون صعبة على الفريقين، بتعرف الحين المنافسات دخلت خلاص من ربع النهائي، بدأت المنافسات تقوى، يعني في كل دور نتعدل اللي بعد يكون المنافسة أقوى. الأهلي فريق كبير وله خبرة في دوري الأبطال، النجم الساحلي من نفس الشيء، الترجي صح هو فريق كبير ولكن صارت الكبوة هذه الاتحاد غير المتوقع. الحين المواجهة بتكون بين الترجي بين النجم الساحلي والأهلي، أعتقد أنه تكون مواجهة ساخنة جدا، مواجهة صعبة على الفريقين. أكيد ممكن الأهلي معنويا الآن يعني في حاله نفسيه ممتازه خاصه بعد حسم التاهل في تونس ضد الترجي الرياضي. النجم الساحلي ايضا كان منتظر وصوله الى دور نصف النهائي رغم انه التعادل في مباراه الذهاب مع الاهلي في طرابلس 0-0 هي نتيجه فخ بالنسبه للفريقين، ولكن قدر يحسم مباراه الاياب بهدفين لمرعي. اعتقد انه مباراه سوسه يوم الاحد المقبل ستكون صعبة، ولكن حسب الأفداء في سوسة وكل اللاعبين والإطار الفني المسؤولين وجماهير النجم الساحلي من النفس أنها تسعى لتحقيق أفضلية على الأهلي قبل مباراة الإياب في القاهرة. أكيد يا زعلي، أكيد إحنا كمان هنا كمصريين وأهلاوية عارفين قيمة النجم الساحلي كفريق كبير جدا، يعني ودايما بنقول النادي الأهلي لازم يعرف إن هو هيقابل فريق كبير جدا إن شاء الله. كل التوفيق للفرق التونسية والفرق العربية، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بمستوى الفريقين، فريق الأهلي الكبير وفريق النجم الساحلي الكبير. كل التوفيق وكل الشكر ليك أستاذ علي، شكرا جدا لحضرتك. يعني آخر خبر هقوله لكم إن الكابتن عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ بيرتب إجراءات إقامة الأهلي في سوسة. عاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي مساء أمس الأحد من سوسة بصحبة أحمد أيوب، زي ما قلت لحضراتكم إن هم كانوا اتفرجوا على المباراة، وسيد معوض المدرب المساعد بعد سفر الثلاثي لمشاهدة مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس والتي أقيمت بتونس وانتهت بفوز النجم 2-0. سيد عبد الحفيظ انتهز الفرصة عشان يرتب إجراءات إقامة الفريق إن شاء الله في سوسة. إن شاء الله كل التوفيق النادي الأهلي. هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الأستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح. فاصل، انتوا استنونا.